اليوم تكلموا على موضوع طلبتوه مني انتم مستمعاتنا والكثيرات منكم والاخوات اللي كيسولوني وكيعاودوا غادي نهضروا مجددا على تساقط الشعر. وهذه الفتره هذه بالضبط من السنه الكثير من السيدات اللي كيتشكاو الشعر يعني كتمشطي كيبقى لك الشعر في يديك، كدوزي يديك على راسك كيبقى الشعر في يديك، اشنو الحل؟ كيفاش ممكن تحدي وتوقفي من تساقط الشعر؟ فاليوم غادي نعاودوا ان شاء الله نتكلموا على اهم الاسباب، على الامور اللي خاصك تفاديها، على عادات صحيه ولكن عادات سيئه اللي ربما مازال كاينه خصنا نغيروا منها، وكذلك السيدات اللي كيسولوني كثير على البنيات اللي شعرهم ما كيطوال شعرهم كيطيح، كيفاش اذا غادي نتقاسموا معكم نصائح ووصفات اللي هي مضمونه وامنه مع دكتور عماد ميزاب دكتور الصيدله والمختص في العلاج وفي التداوي بالاعشاب. دكتور عماد لا فاتحه، حنايا اول شيء غادي نعاودوا نهضروا على الشعر، واش من طبيعي انه يتساقط؟ واش من طبيعي انه اي انسان يكون كيفقد الشعر ديالو خاصه السيده؟ فوقاش كيبقى هاد المساله كتكون طبيعيه وفوقاش ما كتوليش طبيعيه؟ فاتحه دكتور عماد تفضلي. كيديروا السواب بيناتهم، يلا نبداو حنايا بالسيدات. فاتحه. ميرسي ميرسي مدام سناء. الوغ يعني باش الشعر غادي يطيح سي نورمال، الشعر بحال النبات عنده دي سيزون، ملي كيدخل الخريف في ان بو تشوت، ملي كيبدا كيبان لك داك الورق تيتساقط وداك الشيء، الشعر حتى هو كيتساقط ولكن ماشي بشي درجه اللي كتكون يعني اللي كتخلع ولا مفرطه، يعني كيكون واحد التساقط وكيكون واحد التساقط بحال تنقول بحال المشاقه ملي كتمشطي كيبان لك المشاقه زادت شويه ولا شي حاجه، هذا التساقط اللي هو نورمال. يعني تقريبا منين الانسان بصحه جيده والشعر ديالو كيطيح ملي كيمشط السيده ملي غتمشط شعرها في الصباح مثلا، شحال المفروض تفقد من زغبه او من شعره؟ يعني انا نقول شي حاجه سديبون على الشعر وداك الشيء، يعني اللي غتلويها على صبعها غتلوي واحد اللويه هذيك المشاقه على حسب الطول ديال الشعر، وجوج لويات الا كان شعرها طويل عادي ودولا هذاك عادي حتى لحد الان عادي. 60 حتى 100 شعره تقريبا. 60 حتى 100 شعره دكتور عماد. 60 حتى 100 شعره اللي كتكون في اللي يمكن نفقدوها في اليوم. في اليوم وهذه عاديه. عاديه فوقاش ما كتبقاش المساله عاديه. فالمساله عاديه ملي كنفوتوا هذا العدد هذا أيه؟ اولا ان الشعر كيولي كيطيح بزاف، وملي كتفوت المده كنوليو كنحسوا بالخويات، ان الشعر ما كتبقاش داك التفريقه ديالو، ما كيبقاش مفرق بواحد الطريقه منتظمه على الفروه ديال الراس، أيه؟ كيوليو كيبانوا لنا دوك الخويات، يعني كتولي كتبان لنا واحد البيوضيه، كيبان يعني كيبانوا دوك لي تراس ان البلاصه ديك البلاصه ولا الشعر قليل بزاف، يعني كتولي باينه السيده كتكون حافظه الشعر ديالها، وهذا هنا ملي كيوليو هاد الخويات الدليل على ان المسام بدات كتسد، والدليل على ان الشعر ما بقاش كيتجدد، أيه؟ فهنا كيولي مشكل. نعم حنا قبل يعني المره خاصه قبل ما نوصلوا لهاد يعني الواحد هذه واحد الفتره اللي هي متقدمه في التساقط، الى غير بدا الشعر كتفيق الصباح كتلقاه على الوساده كتشطب الشعر في الارض خاصها تلاحظ تشطيبه كاين الشعر في الحمام شفت الشعر كاين الشعر قدام اللافابو، ملي كتشدوا هكا يعني كتجمعوا في يده وكتجروا من التحت كيبقى يتجر بحال هكذا وكيطيح من جدره، يعني ماشي مهرس كتشد زغبه كطيح على طولها صافي دغرا عندها ديجا لا شوت الفو ديجا كومونسي ابريفنيغ. اذا هنايا خص السيده تاخذ هذه المساله بالجد لانه معنيته يمكن غيبدا يطيح لها شعرها بكثافه. راه كيطيح راه كيطيح حتى ملي كيوصل الى كانوا دي كارونس ولا شي حاجه باش كيطيح كيطيح بواحد السرعه اللي هي فائقه، يعني 20 يوم 20 يوم يقدر يطيح الشعر. شنو هي اهم الاسباب اللي اليوم نتوما كتعرفوها كخبراء اللي كتسبب تساقط الشعر عند السيده؟ فالاسباب كثيره وهضرنا عليها بزاف، غير هو دابا اخر الابحاث بينات على البصيلات ديال الشعر، اذا البصيلات ديال الشعر او دوك الغدد اللي كتفرز لنا الزهم او كتفرز لنا الدهون اللي كتكون عندنا في الفروه ديال الراس ديالنا، دوك لي غلون سيبوغيك، هو كيفاش كيتموضعوا على الشعر، حيت كاينين بعض الناس اللي كيكون عندهم دوك الغدد الطوال، يعني نابتين طوال داك الجدر كيكون عمودي، وكاينين الناس اللي داك الجدر كيكون مايل واحد شويه وكيكون افقي، اذا التعامل مع الجدر عمودي ماشي هو التعامل مع الجدر افقي،
لان الجدر الافقي شنو كيوقع؟ كيوقع فيه ان الافرازات ديال الدهون كتبقى حاصله، يعني كتولي واحد لاكروفاس، واحد كما كنقولوا حنايا بحال واحد الحفيره صغيره كتجمع فيها الدهون وكيتزاد العدد او كتزاد ديك الكميه ديال الدهون، اذا كتولي عامره تما وكتولي الشعره مغلفه بزاف بالدهون اكثر من القياس. نعم. ولا مثلا الشعر اللي كيكون مثلا عمودي كتكون العكس، ان ملي كان ما كتكونش واحد التغذيه سليمه وما كنعطيوش المواد المغذيه اللي كتكون مفيده او المواد المغذيه اللي كتقوي لينا هاد البصيله ديال الشعر، شنو كيوقع؟ انه كيضعف، ما كيبقاش عنده ديك القوه ديالو. فجوج ديال الامور، سواء اننا كثرنا الماء بحال واحد النبته كما قالت الاخت فاتحه، الا كثرنا ليها الماء فكتموت هذيك الشجره ولا كتموت ديك النبته. نعم. والا قللنا ليها الماء والمواد المغذيه فهاد النبته ولا هاد الشجره حتى هي ما كتحياش وكتموت. فهادو جوج ديال الحوايج اللي كيمكن يسببوا لنا هذا المشكل هذا ديال التساقط. شنو هي المرحله او شنو هو السن في حياه المراه او السيده اللي كيكثر فيه التساقط؟ واش كاين مثلا معدلات؟ كاين فاتحه الانيا اون توكا لا شوت اللي عند المراه اللي بحال حامله ولا كترضع، ماشي هي لا شوت اللي عند المراه اللي ماشي حامله ولا كترضع، لا شوت اللي عند المراه اللي بدات في سن الياس ولا غتدخل سن الياس، ماشي هي. كنسميوه في البرنامج عندي واحد الحاجه نتقاسمها معك، حنا اتفقنا هذه سنين واتفقت مع كل الخبراء ما نهضرش على لا كنقولوا لا مينوبوز بالفرنسيه وبالعربيه جاتنا شويه قاصحه. سن الياس حنا سميناه سن الامل. الامل سن النضج وسن الامل. بس انا غادي لهذاك سن الامل. اذا ملي كتسيكوت بارك الله العدل الاكسي دابا عليا. ملي كتوصل السيده لهاد المرحله او ثاني كيكون واحد النوع من التساقط اللي ليه لهاد المرحله هذه. بغيت غير نعقب على اللي قال السي عماد انه هو شرح لكم شرح علمي. دابا حنا كنقول لكم شعري ناشف، راه هو ما كيكونش هذاك القله ديال السيبوم ما كيتوزعش مزيان على الشعر، ولا كيقول لك اكسيد سيبوم يعني السيبوم طالع بزاف، راه هو هذيك المرحله اللي كنوصلوا لها وكيولي مزيت. وفي الحالتين ما كيبقاش طوال، وفي الحالتين يكون كيكون سبب ديال التساقط. علاش؟ كنقبلوا على واحد ان بي اش نوتر ويكون واحد التوازن قلوي في هذاك الشعر. نعم. كنحافظوا عليه باش هو اللي كيعاوننا باش نحبسوا لا شوت الدرجه ديال الحموضه والقاعديه يكونوا متوازنين. وحنايا طبعا غادي نستافدوا وياكم مستمعاتنا من هذه الحصه، راه جوج الخبراء تبارك الله كل واحد في المجال ديالو ولكن كيكملوا بعض، وداك الشيء علاش كنشكرهم على كل هذه النصائح وكل الوصفات اللي غادي يفيدونا بها. غادي ناخذوا اسئله المستمعات الا بغيتوا تسجلوا عندكم، وباش نرجعوا طبعا ونعطيوهم اهم الاجوبه من عندكم غادي نبداو معنا فاتنا من الدار البيضاء. اهلا بك فاتنا، مرحبا بك معنا على راديو اصوات. السلام عليكم اختي سناء. وعليكم السلام ورحمه الله. لاباس عليك؟ الحمد لله. الحمد لله. الله يبارك فيك. الحمد لله. نمشيو مباشره للاسئله ديالكم لانه عندي بزاف ديال الاخوات على الخط فاتنا باش نربحوا الوقت. تفضلي. انا شعري كيطيح ليا بزاف لواحد الدرجه خياليه. اييه شحال في عمرك؟ 40 سنة. 40 سنة وكنتي كديري شي صباغة؟ ضروري لبدا. لا وعلاش ضروري؟ ماشي ضروري. عارفتي ملي كيكون شوية بنادم مازال صغير وداك الشيء كيكون السن شوية، راك عارفة كيكون شوية باغي شحال الحوايج من عنده. مزيان، شحال الوقت درتي الصباغة؟ إيوا مدة طويلة، مدة 16 عام أكثر. 16 عام وأنتي كديري الصباغة، والصباغة دابا قطعتيها؟ لا دابا حاليا لا، غير بعض المرات شويه ديال ليميش ودابا ولا كيطلع ليا الشيب شويه توا. اييه. واخا. ولكن الشعر كيطيح ليا بزاف، ودرت الوصفه اللي قال السي عماد ديال الفلفله والزيت وداك الشيء. نعم. كنديرها تايا وشويه. شحال الوقت باش بديتي الوصفه ديال الدكتور عماد؟ دابا مدة شي تقريبا شي شهر وشي حاجه. ايوا شهر ما كافيش. ما كافيش. لا انا يعني عرفت 3 شهور. ما عندي ما نسالك. ما عندي ما نسالك. اذا انت اليوم كتسولي شنو على وصفه للمساعده؟ اختي راه واخا الشعر فين ما درت كنلقاه. واخا عندكم سؤال فاتنه؟ فبغيت نسولها واش ما كتعانيش من شي مرض؟ يعني ما سبقلاش كتاخذ شي دواء ولا كتعاني من شي مرض؟ يعني الحاله الصحيه ديالك كيفاش دايره؟ لا غير معصبه لواحد الدرجه معصب صافي. ولكن راه هذيك غير معصبه، راه عرفتي ديك معصبه راه هي بين قوسين كبيره، هذيك معصبه راه بوحدها كافيه باش انها تعطيك هذا المشكل هذا ديال تساقط الشعر. غادي نرجعوا لك فاتنا، خليك معنا في الاستماع. ناخذوا ليلى ومعنا سلمى ايضا. ليلى اهلا بك.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا بك معنا في حديث مغزل. يا عماد الخبيرة ديالنا، مرحبا بك. مرحبا. أنا ديجا كنت هضرت معكم فاش كانت المرة اللي فاتت الخبيرة، وكنت قلت لكم على حساب أنا كنت كندير ماد البابونج وتحرق لي شعري وداك الشيء. مي دابو مع كنرضع ولا عندي تيطيح شعري بزاف لدرجة فاش كنسدو كيف ما قالت الخبيرة، كنسدو بإيدي كنجبدو كله في إيد، كنقول صافي يمكن راه كله غادي نقراه. في الارض كله كنصبو، يعني فين ما كنصب كنجمع عظام ديال الشعر وشويه القدام بدا كيخوى ليا، يعني كنحس بشعري يعني من القدام يعني خوى. يلا دابا هادي شي شهر ونص بديت كندير الوصفه اللي قال الدكتور عماد ديال الفلفله، شويه بديت كنحس شويه الخلطه بدات كتنوض للقدام. وبغيت شي يعني شي وصفه اللي تعاود ترجع لي صاري، حيت فريمون خوا يعني بديت كنحبي ولا شويه ما بقاش. نعم. لدرجه انني قطعت قصير غير باش نحس بواحد الفوليم، ومع ذلك يعني ما شحال هادي باش ولدتي ليلى؟ شحال هادي باش ولدتي؟ 9 mois. وانت يا دابا مرضعه فاتحه؟ الانيا. بونجور مدام، صافا لاباس عليك؟ طبعا الحمد لله تبارك الله عليك. ربي يخليك، الله يكثر خيرك. راه بغيت نسولك مدام، واش ملي دابا كيبدا لك التساقط، اذا دابا كنتي متبعك البي دي يعني الجينيكولوج بالنسبه للولاده وداك الشيء، ما عندكش ديكارونس فقر في الدم ولا؟ لا فاش كنت حامله لا ما زانيش كاع. دابا كومون اي لو فير دابا؟ كيف دار الفيريتين عندك الخزان ديال الحديد؟ كلشي كان عندي مزيان. توتر كتعصبي شويه؟ كتعصبي شويه على التوتر؟ شويه ضروري شويه. ايوا فوالا، حيت دابا واحد المساله باش نتفاهموا، ملي كيكون تساقط الشعر خاصه في لو نيفو ديال القدام ديال الشعر ديالنا، فهنا كاينين دي ريسبتور اللي كيكونوا على اتصال بالجهاز العصبي ديالنا، فهنا كيقدر ان او ماشي كيقدر كتكون واحد العلاقه وطيده ما بين التساقط في هذه المنطقه وما بين التوتر العصبي، ان الانسان كيكون كيتعصب بزاف وكيكون في هذه المنطقه، لدرجه حتى الحبيبات ملي كيكونوا عندنا واحد الحبيبات صغار على المستوى ديال الجبهه ديالنا ملي ما كنعرفوش الاصل ديالها، فهذيك حتى هي كتبان نتيجه التوتر العصبي. فهذيك لا زون فرونتال او ديك لا زون اللي كتكون في القدام ديال الراس ديالنا كيكون عندها اتصال بالجهاز العصبي مباشره. المراه ملي كتكون يلاه ولدات كاين شويه ديال الصهيره ليلى؟ كاين شويه ديال الصهير مع التريبيا؟ ضروري. واش كتحسي براسك متعوبه؟ ضروري، بعض المرات ما كنعسش مزيان وصحاتي نفيق بكري باش نمشي للخدمه، وكتضلي في الخدمه كتزي يعني حتى ديك لاسياس ما كديرهاش، ما با ديك 30 دقيقه ولا نص ساعه يعني ساعه باش تنعسي ترتاحي شويه ما كتنعسيش، وراجلي ما كيجيش بكري من الخدمه يعني خاصني نسهر حتى يجي، يعني ديما عندي ما كنرتاحش. نقول لك واحد السر، انا ملي كانت بنتي حتى العامين وانا كنقول لهم تجهيد اللي يعطيني الحلم ديالي ناخذ مخده ونعس، لانه فعلا اليوم راه ما كننوعوش بها، ولكن راه كتكون متعوبه وكتكون ناقصه نعاس، باغا غير تنعس، ولكن الخاطر ديالها مع تريبيا مع البيبي مع الخدمه مع التزامات الحياه، فالله يعاونك ليلى. حنا اكيد غادي الا سمحتي لي عندي واحد السؤال بسيط للدكتور عماد. مرحبا. على الزيوت دابا انا كنت باغا كنت سمعته قال بلي نديرو زيت ديال لافوكا والذره للوجه، وانا بديت كنديرو كنحط بوجهي شويه نتف بديت كنديرو، ولكن فاش وليت كنديرو بحال اللي زاد وجهي كيتقصر كثر، يعني ولات كتطلع لي واحد القصره ساقته في النيفي وبين حداني. نعم، فالزيوت اذا كانت زيوت طبيعيه 100% ما غاديش تعطي هذه الحساسيه، لان اصلا زيت لافوكا لا فيتامين او سي ستان اونتي اوكسيدون، وكتعتبر من مضادات الحساسيه من الدرجه الاولى. زيت الذره اللي فيها الاملاح المعدنيه، فيها الاحماض الدهنيه الغير مشبعه، لي زاسيد غرانون ساتوري، فهذو كلهم مواد اللي ما عندهاش علاقه بالنشوفيه ديال البشره ولا ديال الحساسيه، اذا سهري على ان الزيوت تكون طبيعيه 100%. هذا هو المشكل، هذا هو الاشكال. سورتو خاصك دير ان غوماج يعني لو سوار افون دابليكي هذوك لي زويل وهذاك الشيء، ديري واحد التقشير للبشره، ماشي تقشير يعني عميق، تقشير سطحي للبشره، وديري الزيوت كيف قال لك سي عماد الصباح، عاوتاني خاصك تغسلي وجهك من دوك الزيوت حيت ما عندهمش واحد الوقايه من الشمس، وتعاودي اون هيدغاتاسيون يعني ديك الحلقه الدائريه ديال الترطيب خاصها ما تقطعش، ترطب في المساء وترطب في الصباح، علاش؟ باش ما ينضوش هذيك القشرات اللي كتهضر عليهم، وهذه المشكله ما غادي يدار على شهر تقريبا، يعني خاصك تتبعي هذه الوصفات كل ليله باش على شهر غادي يعطيو النتيجه ويكون واحد التقشير عميق مره في السيمانه. نعم، غادي ناخذوا سلمى اللي معنا من الرباط، ومعنا ايضا نوره، ناخذوا اسئلتهم قبل من الفاصل. سلمى اهلا بك.
الو السلام عليكم. لاباس عليك، مرحبا بك سلمى معنا في حديثو مغزل. كنت كلمنا معك انا سناء. الله يكبر بك. ايماز والشاف ديالنا مينا. الله يبارك فيك. الله يخليك باش ما نطولش عليكم. دونك انا كنعاني من تساقط الشعر، عندي المشكل ديالي عندي الشعر ديالي اشقر ودهني. يعني ما كنقدرش ندير اي وصفه ديال الزيوت لان كيزيد كنلاحظ انه كيولي دهني اكثر. ايه. دونك هادشي بغيت نشوف مع نستشر مع الدكتور عماد. يعني انا كان عندي دابا بنتي عندها 13 شهر دونك ديجا، ولكن هذا المشكل كنعاني منه قبل الولاده. نعم، واش تزادت الحده ديال تساقط الشعر منين ولدتي؟ بيان سيغ كيزيد زاد وقول لي تساقط الشعر. نعم. ورغم انني دابا انا ما بقيتش كنرضعها دونك ما بقاتش مشكل ديال الرضاعة. نعم، وكنتي كتستعملي اسمح لي انا لو تناقض. أيه؟ بالنسبه للقدام ديالو ايفيكتيفمون كان كنعاني من انه ولا كيختلف بزاف من القدام ديال الشعر ديالي. نعم، كنتي كتستعملي صباغه ولا شي مواد كيماويه شي ترطيبه شي كيراتين شي واش عمرك درتي شي حاجه لشعرك؟ لا من غير ما ولا في يعني في الفتره ديال المراهقه ديالك واش دزتي بشي حب الشباب اللي كان صعيب شويه يعني كان شويه كثير؟ لا لا ما كانش كنعاني من هذا المسألة. واخا خليك معنا سلمى، ها هما الخبراء ديالنا غادي ان شاء الله يجاوبوك. غادي ناخذ فقط السؤال ديال نوره اللي معنا حتى هي من مدينه الرباط. اجمل سلام لكم بالعاصمه اللي كتبغنا بها الموجه 95.7. اهلا بك نوره، شنو سؤالك؟ مرحبا. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. كنشكرك بزاف انت والاخ عماد والخبيره اللي معاكم، كنشكركم بزاف على هذه المجهودات اللي كديروا معنا. الله يبارك فيك. ناخذ سؤالك. السؤال ديالي هو عندي تساقط الشعر، يعني كيطيح ليا بزاف وكيهرب ليا من القدام، وبغيت شي وصفه اللي كتحبب شي مياره كيبان لي الشيب، يعني ما عندي 24 سنه. عندك الشيب؟ عندك الشيب؟ نعم. عندك الشيب في شعرك؟ بدا كيطيح فيا وبغيت شي وصفه اللي تحيد لي الشيب. ايه. وسؤال اخر، بنتي عندها عامين عندها الشعر ناشف وناشف وخفيف. ماشي. وشوف واحد السؤال اخر، الله يعطيك الصحة، شحال وانا كنتصل ما كيشدش ليها الخط يعني بسرعه اذا كان ممكن. واخا تفضلي. كندير الوصفه ديال الكاكاو اللي قال لنا الدكتور عينا ديال الكاكاو والبيض ديال البيضه والحليب. وباقي ملي كنغسل وجهي الماء كيولي وجهي سخون بزاف وحمر. يعني واش عندها شي ضرر ولا علاش كتستعملي هذه الوصفه علاش بالضبط؟ كنديرها لسد المسام والتفتيح له البشره. نعم. دكتور عماد شنو تجاوب؟ انا بغيت نسول غير الكاكاو واش استعملنا عندنا الفاصل. نعم. غير الكاكاو اللي استعملت، واش الكاكاو مر اللي كيكون خالي من السكر والمواد الحافظه؟ هذا هو السؤال. مر اللي يكون الصفيات معروف يعني اللي لا اذا ماشي هذاك، لان هذاك ماشي هو الكاكاو اللي هضرت عليه. الكاكاو كيكون امير يعني مطحون طبيعي، ما فيهش حتى شي سكر، ما فيهش، ماشي هو اللي كنستعملو حنا في يعني اللي كيتستعمل في الطبخ كيكون مسكر، ماشي هذاك، ماشي هذاك، فهذاك هو اللي عطاك هذا المشكل هذا. اذا خصك تغيري من نوعيه الكاكاو. يعني الاصل ديال المشكل انه هذا كاكاو غذائي يعني فيه سكر، وما يمكنش ديري السكر هو اللي كيدير لك هذاك المشكل في البشره ديالك. خليك معنا في الاستماع نوره، لانه غنرجعوا للشيب وغادي نرجعوا لتساقط الشعر، وغنرجعوا ايضا للبنيات اللي ديما كتسولونا عليهم، شعرهم خفيف طبيعي راه اطفال، ولكن حنا انا غنخلي الخبراء يجاوبكم على هذا السؤال. حبابيكم معنا مع دكتور عماد، مع لفاتحه، تكونيكتاو على الصفحه الاصليه الرسميه ديالي سناء زعيم اصوات. هناك صفحات كثيره، هادشي اللي كانت كتقول لي زينه اللي فيهم نفس الاسم ما لقيتيهاش. انا لايك عاد عرفت لاباج. نعم، هي الصفحه اللي فيها اكثر من 340 الف ابوني. الى لقيتوا صفحات اخرى تاكدوا انكم ماشي في الصفحه الاصليه ديالي. وكنحيي طبعا كل فانز وكل الصديقات وكل الاخوات اللي عاملين صفحات كثيره كتحمل الاسم ديالي وصور ديالي، كتلقاو فيها كل شيء، يعني بحال راه انا اللي معكم ولكن راه ماشي انا. فتاكدوا انكم فعلنا في الاصل. يلا مازال عندنا اسئله كثيره، شنو ظهر لكم؟ نزيدوا ناخذوا الاسئله واحد نرجع لكم باش نلخصوا. غادي ناخذوا رجاء اللي تاهي عندها تساقط شعر. فاطمه ام وسيم، اهلا بك رجاء، مرحبا بك معنا. كوم. تفضل رجاء. اهلا بالاخت سناء. اهلا بك معنا على اذاعه اصوات. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك حبيبه. بغيت نسول الدكتور عماد الله يخليك، انا كان جاني واحد المرض وكناخذ لي كورتيكويد. ايه. خديتهم مده عامين. نعم. كان عندي شعري ما نقولكش عليه غزال وزوين كاع الوصفات فيه. مي دابا التساقط كثير. نعم. خواليا ونشف. ما بقى عندي شعر.
دكتور عماد السؤال اللي نسولك انا ملي كيتعطاو لك كورتيكويد واش كنتي كتاخدي اون باراليل واحد لي فيتامين كانوا كيتعطاو دي فيتامين فيهم بوتاسيوم فيهم بوتاسيوم وي كناخذهم شنو هو المرض اللي كانت كتعالج عليه جاتني الفليبيت اونبو بولمونير وجاني لي بلاكيت تينزلوليه فهادو كيكونوا دي هادو عباره على امراض اللي كيصيبوا يعني الجهاز او الجهاز ديال الدم او الجهاز المناعي فالمشكل ديالهم انه كيكون ما كيتعرفش الاصل مي ما كنعرفوش الاصل ديال المرض ولا علاج المرض ولا شنو هو السبب ديال المرض كيتعطاو هاد النوع من لي زونتي انفلاماتوار او هاد لي كورتيكويد اللي هو ادويه اللي كتستعمل بزاف ديال الامراض غير هو كما كنعرفوا الاعراض الجانبيه ديالهم هما هادو شنو وقع ان كيتفقد الكالسيوم كيتفقدوا الاملاح المعدنيه من الدات وبالتالي كتبان في الشعر فوالا اذا ملي كتكون ديك لاكارونس كيوقع هذا المشكل هذا ديال تساقط الشعر اللي هو الاساس ديالو الشعر بحالو بحال التربه خصو الاملاح المعدنيه خصو الزنك خصو المغنيسيوم وخصو الماء داكشي علاش مثلا السيدات اللي بحال هكا الظروف الصحيه تيخصهم ياخذوا لي كورتيكويد لمده طويله تيخصهم دائما يوازنوا القدر ديال الكالسيوم في الجسم والاحتياجات ديال الجسم اكيد الكالسيوم والبوتاسيوم وما خصهم يخليو حتى شي نهار بلا ما ياخذوا هذاك لو فيتامين اللي كتعطاهم باراليل نعم راه كاين مجموعه الادويه كتعطاهم باراليل والعنايه ديال الشعر الا كانت خصها الدار عند المراه العاديه مثلا مره فهاد الناس خصهم يحرصوا على 100 مره يحافظوا على العنايه بالشعر ديالهم وبالجسم ديالهم السيدات اللي كيعنيهم الامر نقدروا نزيدوا ايضا الخانه مثلا ديال السيدات اللي كيعانيو من امراض الحساسيه أكيد. وضيق التنفس ولازم والضيقه لانهم لي كورتيكويد كيكونوا يعني حاضرين في العلاج ديالهم كيستعملوهم غير هو دابا بالنسبه على حسب لي دوغري ديالهم مثلا اللي كيكون عنده داك لازم المزمن اللي كيخصو يواكب العلاج واحد المده طويله فتا هو هذه المساله هذه خصو يرد ليها البال ومساله اخرى ديال الماء ان الماء خصهم يشوفوا مع الطبيب الوقيته فوقاش يمكن لهم يشربوا الماء مزيان لان حتى داك النقص ديال الماء ان الانسان ما كيشربوش تفاديا باش ما يوقعش ليه داك الانتفاخ هذا حتى هو يمكن يكون مشكل باش كتفقد لينا المرونه ديال الخلايا نعم. لان داك لي في سبونجي ولا داك لي في كاوتشو داك لي في مطاطي اللي كيكون عندنا في الخلايا ديالنا اول دور كيلعبوه هو الماء اذا غادي نعطيو الرجاء نصيحه خليك معنا رجاء على الخط وما يكون عندك باس كنتمنوا لك الشفاء ان شاء الله ناخذ سؤال ديال ام وسيم اللي معنا من الرباط اهلا بك السلام عليكم عليكم السلام يا ام وسيم مرحبا شنو سؤالك بارك الله فيك بغيت نسولك عاد كنسول الدكتور عماد على ود ولدي عنده 7 سنين ولا كيبان له شي شعره بزاف نعم الاول كان عنده غير اللور دابا ولا تقدام قول شي 8 ديال الحبات ولا 10 المهم غادي يتكاثر واش ندي عند شي زعما شي دكتور اختصاصي ديال الشعر ولا سؤال مهم ولو انه حاله نادره نعم حاله نادره هذه وراثيه هذا الشيء بالوراثي غير هو تشوف مع انديرماتولوج لان حتى القضية ديال الشيب الوراثي كتبقى بين قوسين الا ما درناش واحد التشخيص لان حتى ملي كتكون لا دي بيغمونطاسيون ولا كتكون البدايه ديال واحد النوع من البراس داك لو فيتيليغو كيعطينا هاد فقدان التلوين ولا هاد لي ميلانوسيد ما كيبقاوش كيفرزوا لنا لا ميلانين اللي كتعطينا التلوين ديال الشعر فاحسن حاجه وكنشكرها بزاف على هذا السؤال هذا تمشي عند اقرب بيدياتر اقرب طبيب ديال الاطفال او مختص في الامراض الجلديه فهو غادي يعطيها ان شاء الله شنو غادي يدير كاين شي وصفه طبيعيه اللي غتقدر تساعد بها الوليد ديالها ولا من الاحسن من الاحسن تشوف الطبيب حنا نعطيو اكيد حنا غادي نعطي وصفه لتوقيف الشيب وخاصه غنعطي وصفه مركزه في الناس اللي عندهم هاد لا دي بيغمونطاسيون تهلف وليدك ام وسيم الله يخليه لك غادي ناخذ فاطمه معنا ايضا مريم من تارودان 05 22 77 24 24 فاطمه صباح النور مرحبا بك معنا صباح الخير اختي سالا اهلا بك كيداير اختي لاباس الحمد لله ناخذ السؤال ديالك الحمد لله عافاك اختي انا دي الشعر دي فيه تساقط بزاف وما كيطوالش ما عمرو كان طويل في مره والشعر ديالك كيف عامل دهني جاف شنو كيداير الطبيعه لا جاف اييه الشعر ديالك جاف عمرك استعملتي له شي حاجه الزيوت اللي كنحاول فيما كانت شي زيت هكا كنهزها ونديرها ولكن ما كاين والو التساقط كاين والطوله ما كايناش نعم ملي كتقولي كتجربي شي زيت شحال الوقت كداومي عليها والو شي حاجه سيمانه قايله كثر ايوا بغيتي تعطيك النتيجه سيمانه راه ما يمكنش فاطمه واخا هاد الزيت ما عرفت كيفاش غادي تكون راه ما غاديش تعطيك نتيجه تديري مهمه مستحيله
فهمتي ما عندكش بان لي ما عندكش الخاطر ما عندكش الصبر تداومي على هذا الشيء لا ابدا ايوا الا بغيتي كيقولوا اللي بغى نينو كيقرص كيصبر اللي بغى الزين كيصبر على قريص خلاص ودنين ياك يلا حنا غادي نعطيوك وصفات ولكن بشرط انك خصك تداومي عليها الا ما داومتوش ما كايناش نتيجه خليك معنا في الاستماع فاطمه ناخذ سؤال مريم معنا من تارودان تحيه لكم بالجنوب اهلا بك مريم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله تحية كبيرة لكم أختي سناء ليك والدكتور والخبيرة الله يبارك فيك الأخت فاتحة طبعا ألانيا تفضلي شنو سؤالك عفاك بغيت نسولك على حسب شهرين أنا عمري 19 سنة كانت هي بزاف بزاف هاد اليامات وخاف ليا حتى من القدام هو كيطول ولكن الكتافة ما عندي إيه فوليوم أيوا عفاك وسؤال ديال أختي تاهي بغيت شنو تقول تاهي نفس المشكل هي عمرها 17 سنه وانا تصدقت نفس المشكل ديال الشعر خفيف بزاف واخا اذا وصفه للترطيب والشعر كيتساقط عندك شي حاجه طرات شي مشكل عندك مريتي منه ولا شي حاجه تغيرات في نمط الحياه ديالك مريم لا واحد الوقت كان عندي يقولوا لا صافي شويه في مصران داك الشيء كانت كنتعصب في يامات كي باش مشيت هاد العام انا بعد غير مؤخرا بحال هكا نعم كنت درت ديك الفتله اللي دار الدكتور عيمان إيه؟ الصراحه حتى كنت مفعول ولكن مع الامتحانات اللي عندي هاد العام بكالوريا داك الشيء باش ولا كنسحب بزاف ايوا يلا شوفي معليش واخا يطيح شويه ديال الشعر مهم تيديها في المراجعه ديالك وجيبي الباك وحنا الباقي علينا حنا غنعطيوك الوصفه اللي غادي تلقاي عليها ان شاء الله راحتك وتسترجعي بها جمال الشعر ديالك اذا الكثير من العصبيه هذه كلمه اللي كترجع غادي ناخذ سؤال اخير ديال ام ياسر باش نرجعوا للخبراء لان بغينا نسمعوهم ونسمعوا نصائحهم ام ياسر اهلا بك معنا اهلا اختي سناء السلام عليكم وعليكم السلام عرفتي ام ياسر راه ما نقولكش شحال السيدات كيعيطوا تعيلي كلشي كيطيح ليه الشعر اشنو الحل مرحبا بك بارك الله فيك اختي سناء راه ديما كنعيط لكم واليوم وصلت الوقت ديال الشعر باش نعيط عليه مرحبا قولي لنا شنو الحاله ديالك شنو الشعر ديالك كي دايره طبيعه الشعر الشعر ديالي خفيف وكان كيطيح ليا بزاف وعندي واحد الشهاده على الزيت والفلفله الحلوه اللي عطانا الدكتور عماد ميزاب ايه تبعتها والحمد لله عطاتني واحد النتيجه زوينه بزاف ما بقاش شعري كيطيح ليا ولكن عندي واحد المشكل في القشره وبغيت نسول دكتور عماد بعض المرات كنسى نخلي شويه الزيت في شعري حتى تفوت الوقت اللي قال لي وقلت لك ما هذاك زعما ملي كنزيد الوقت اللي جاب لي هاد القشره في شعري واخا حنا غادي نشوفوا واش هذا هو السبب دكتور عماد فاول حاجه بعدا كما قلت حنا كصيادله عندنا الاحترام ديال الجرعه اذا شحال هي الكميه وعندنا الاحترام ديال السن يعني شكون واش طفل ولا انسان بالغ واهم حاجه احترام ديال الوقت حيت الوقت الا ما احترمناش الوقت ديال الوصفه كتولي كيقول لك حنا راه كنقولوها كعرب ما زاد عن ضده انقلب ما زاد عن حده انقلب الى ضده فانت زدتي اكثر من ساعه اللي عطيتكم حيت قلت لكم اقصى حد هو ساعه اللي يمكننا نعطيو للشعر ديالنا بالزيوت لان ملي كنفوتوا ساعه كتزيد عمرو المسام بحال كما قلنا واحد النبته في واحد الحبق اللي كنعطيوها الماء اكثر من القياس حنا خصنا نعطيوها واحد شويه كنوليو كنعمروها اكثر من القياس فاكيد ان هذه النبته ملي كنعطيوها الماء اكثر من القياس يعني كنعطيوها الزيوت اكثر من القياس كتخنقوا هذوك المسام وكنوليو كنضروا الشعر ديالنا فعافاكم وكنشكرك اختي بعدا على هذا السؤال لان منه غادي يستافدوا بزاف ديال الاخوات عافاكم ثم عافاكم احترموا المقادير اللي كنعطيكم واحترموا شحال كنعطي في الوصفه والمده اللي كنعطي في الوصفه والمده ديال الاستعمال ديال الوصفه لان هادو ثلاثه ديال الحوايج مهمين الا ما ضبطتوهمش كما هما ما غاديش تلقاو نتيجه اذا ضروري نحترموا الوصفه وطريقه الاستعمال ديالها فكره واضحه غادي نرجعوا السيدات اللي سمعتوا لها الشهادات ديالهم فاتحه ألانيا شنو هي الامور اللي بانت لك وشنو نصيحتك الو اللي انا لاحظت ان المستمعات اللي تكلموا في الاول المستمعات بزوج هضروا على جوج الحوايج انه كانوا كيديروا لي ماش يعني قبل ما يوصلوا للحباله والولاده داك الشعر
ديجا هما داروا ليه لي ميش وردوه ضعيف وردوه ما يقدر يستحمل والو. ملي كتجي الحباله وكتجي الولادة داك الوليد ولا داك البنيه كيضرب في الخزان ديال مو وكيولي الشعر ضعيف وكيولي كيتساقط وكيولي كاع هاد المشاكل اللي كاينين. اذا الوقايه خير من العلاج. اذا هاد الناس هادو خاصنا بعدا نقولوا لهم اشنا هما لي ماش ما يوصلوش داك الشعر للحباله وهو كومبليتوم مسكين ميت ما يقدر يهز حتى شي حاجه. هذه اولا. ثانيا ملي المراه عندها التساقط كتبدا كتحيد في هذوك الاسباب واحد بالواحد. اول سبب غتحط عليه صبعها هو التغذيه ديالها وهو لا سونتي ديالها الصحه ديالها. واش عندي اون كارونس؟ واش عندي الحديد ناقص؟ واش عندي الفيتامين دي ناقصه؟ واش عندي المعناعه هابطه؟ واش عندي الهرمونات هابطه؟ واش عندي تقلص في المبيضات؟ من جاي هذا؟ الا ما كانش واحد السبب بيولوجي بدا تقلب على واحد السبب نفساني. واش انا مات ليا شي حد الله يستر ولا وهاد العيشه ديال واش ستريسات واش عندي الاولاد واش مثلا نعش واش 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 هاد الاسباب كتكون نفسانيه. وملي تحيد هاد الاسباب عاد كاين السبب الوراثي. كاين اللي هو الشيب عنده وراثي ولا عنده التساقط وراثي ولا عنده الصلع وراثي وما تبقاش تدابز بالوصفات وداك الشيء راه شي حاجه اللي وراثيه ما نقدروش يعني نعالجوها. نقدروا ناخروا ظهور هذاك الصلع بواحد الحميات غذائيه وبواحد الطريقه اللي نتعامل مع الشعر ديالنا ولكن ما نقدروش يعني نداويو ولا نحيدوا الصلع. هذا ثالثا داكور. ورابعا الوقايه كيف قلت لك قبل ما شعري يوصل يبدا يخوى ويبداو فيه يعني الصلعات ونبدا كنقلب كيفاش نردو ملي بدا يطيح في الاول ونبدا نجر فيه بحال هكا ديك الساعه لا سوني دالارم خلاو الانذار خاص داك الناقوس ديال الانذار نسمعو ونمشي نشوف منين جاي هذا التساقط. حيت ملي كيوقع التساقط تطيح الشعر باش تعاود تردو راه طويل راه بزاف ديال الوقت خاصك 3 شهور 6 شهور ديال حتى العام وانت كتداوي من الداخل ومن برا باش ترد داك الشعر. اذا انا واحد يعني واحد النصيحه يعني اللي كتقول لك بنتي عندها 7 سنين عندها 5 سنين عندها 4 سنين عندها 10 سنين والشعر هذا كيتساقط راه ماشي شي حاجه اللي عاديه راه شي حاجه اللي خاصها تكونش عاديه. اذا هاد البنيه اول حاجه غادي اللي رجع لي انا ملي كانوا الناس كيعيطوا لي ملي دزت في اصوات المره اللي فاتت وكيعيطوا لي بالنسبه لهاد البنيات الصغار كنسولها اش كتوكليها. الصباح البنيه كتمشي بلا فطور المدرسه داكور كتجي مع الغداء ما بغيتش الخضره ما تاكليهاش ما بغيتش خيزو ما ناكلوش ما بغيتش الخص ما ناكلوش كتولي هي كتنقي في هذيك الماكله. اش كيوقع؟ البنيه شهر شهرين ما كتاكلش داكشي اللي خاصها بيان سيغ جلدها غتنشف بيان سيغ شعر غيطيح. الولادات ما كيشربوش في المدرسه داروا المقرعه ديال الماء في الشكاره ديالهم حيت دابا في المدرسه الدراري كثار. الاستاذه بغيت نشرب وقصتنا شي جوج ما كيمشيش يشرب الدراري كيبقى ديزيدغاتي يعني من غير شرب الماء النهار كله تيجي في العشيه. نعم. داك شويه الماء اللي غيشرب راه ماشي هو اللي غيخلي الكور ديالو يخدم مزيان وداك الشيء. يعني قابلوا الوليدات شرب الماء ما شربش اش كليتي مع الغداء اش كليتي مع العشيه حيدوا عليهم السكر ديال لي غوتي حيدوا عليهم راه واحد السموم دايره بهم وهما يسون سوليسيتي في المدرسه في الزنقه في الاشهار بالسكر وبهلا. اذا هذه المجهودات الام اللي كتقوم بها يعني هو فيه الحركه وما كياكلش ما كيزودش الجسم ديالو بالطاقه لا ما وبالاغذيه اللي هي صحيه. دابا لا بلوبار الوليد ولا كينتقي ما ياكل. انا خلينا ولدنا ياكل اللي بغى ما نظلموش روسنا ما نقولوش غدا ولا بعده عنده لي كارون شعرو كيطيح. دابا بالنسبه لهذوك فقر الدم وعنده في حالات كثيره بالنسبه لهذوك البنيات الصغار والولادات يعني الصغار. يعني فاتحه انت اليوم كتوجهي للامهات كتقول لهم راه بركه من نفشوا وليداتنا ولكن نفشوهم بطريقه اللي ماشي لصالحهم ولا لصالح الصحه ديالهم. الا لا هادشي تكلمنا عليه معك دكتور عيمه تكلمنا عليه مع لا نوتريسيونيست البرنامج دكتوره سناء العناني مع كل الخبراء لانه التغذيه هي عادات هي شنو كنولف داكشي اللي ولفت عليه الوليد او البنيه هو اللي غادي ياخذ هو اللي غادي يكتسب. ما بقاوش غير متبعينهم وفي الاخر كنسمعوا الشعر كيطيح الوليد شعره ما كيطوالش البنيه شعرها خفيف. فهذه اذا امور اللي شي مرتبط بشي. بالنسبه للسيدات اللي عندهم تساقط الشعر شنو نصيحتك ليهم؟ لانه سمعنا كاين العصبيه كاين اللي تكلم عليها دكتور عماد كاين الصباغه كاين اللي عندها تساقط الشعر مع الفتره ديال الهرمونات والولاده شنو النصيحه ديالك؟ النصيحه ديالي ان الشعر ماشي شي حاجه اللي كنجيو نداويو حتى كتضعف وحتى كطيح وداك الشيء. الدواء خاصو يكون واحد الثقافه ديال الشعر بحال اللي كاين عند الهنديات بحال اللي كاين عند الصينيات بحال اللي كاين عند الكوريات بحال اللي كانت عندنا حنا
شحال هذه الثقافه ديال الشعر كانت الام بعدا العائلات كياكلوا الدشيشه كياكلوا الدجاج البلدي كياكلوا داك الشيء هذا لي نوتريمون جاي الشعر طالع بعدا نبات صحيح شقيقه ما تشقيقه ملي كيخرج هذاك الشعر كيتغسل مره في السيمانه على حقه وطريقه داك نهار الغسيل راه مهم داك نهار الغسيل ماشي انا غسلو عندي رقم 45 دقيقه ندخل عليه نبدا عليها لي الشامبان طق 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 نجرو نحكو بين يديا نهز تحتاني ونحكو على شعري هذاك راه شعر نتعامل معاه بحال شي دري صغير هادي انا يعني الوقايه يعني انا بنتي راه عارفه غادي تكبر وغادي تولد وغادي تحمل وداك الشعر الا ما وصلتوش داك الحمل ولاد الصحراء ما غاديش يصبر يعني ثقافه الشعر اللي نقولوا الثقافه كدوز من التغذيه الثقافه كيفاش غنغسلو الثقافه كيفاش غنصبغو الثقافه كيفاش غادي نشفو فهمتي بكري كانت الباتشا وكان داك القردوح عند الجزائريات وكان الشعر طويل وهابط راه كاين دابا الطرق اللي حنا مابقيناش كنديروا نقدر نرجعوا ليها الباتشا مره العمليه هذا كانت مزيانه الباتشا انا كندير العمليه كل عشيه كل ليله قال البنات كيعملوا بالباتشا العمليه كيسموها في مراكش ودابا بعد ما ديروها بكري كانت بالفيليلات وداك الشيء دابا تاخذوا غير واحد الطاقيه بحال دوك ديال الرياضه راه كتلقاوها في كتدير على الشعر الهيوفه وفي الليل وديري المشطة ديالك ديري الطاقية ديالك تحت الوسادة تينعس الراجل الطاقية ديالك كتخرج هذيك الطاقية وندير الباتشا ديالك ما يشوفكش لابسة الطاقية ظلام دابا ستريني ولكن باش يبقى الشعر حيت العائلات بكري غتاخذوا المغربيات ما كانوش كيناشوا شعر مطلوق تاخذ حتى في الثقافة ديال الغربية كانوا العائلات كتنس عندها البوني اللي كان ما كانوش الشعور عند الغربيات كانت كتنس عندها بوني دونوي يعني الطاقية ديال الليل ولا كدير هذوك لي بيغوديات كتشدهم بشعر باش الشعر يصبح مزيان كذلك مثلا وكان عندنا حنا كانت عندنا العمليه وعند الجزائريين كانت عندهم واحد القردوح تشدوا واحد الخيط طويل عريض كتدوروا على شعرها في الليل وكتنعس بيه حتى الصباح كيصبح مسرح وكيصبحوا دوك القشور الكوتيكول مسدودين وكنحاولوا على الشعر غير هذا الشيء ثقافه الشعر غنسميها انا نرجعوا لذاك الشيء اللي كنا كنديروا الغسيل ديال الشعر فتيحة ألانيا شنو أهم ما كتلاحظي شنو ما العادات اللي خصنا نغيرو العادات اللي خصنا نغيرو راه قالها السي عماد راه ملي كتشدي بغيت ندير حمام زيت لشعري راه ما نفوتش ب 40 مينوت اون اور اش غادي يوقع لشعري ولا مشبع بالزيت كيولي هو مريض ما كيبقى ياخذ حتى شي حاجة ما يبقى يقضى فيه لا مشيط لا ماسكات المقضى فيه والو صافي إلا تيساتوري تشبع بالزيت هذا اولا ندير واحد حمام ديال الزيت على شعر نفزقو شويه ندير حمام الزيت في لي لونغور اللي عندها الجذر ديالها يعني دهني وعندها الطول ديالو اللي هو جاف دهن هذاك الطول من بعد نغسل شعري بشامبوان اللي ما يكونش فيه السلفات لوريات السلفات ما يكونش فيه لي بارابين ما يكونش فيه لي زاسيد الشامبوان يكون مزيان ليا السيليكون حتى هما دابا ولاو توتاف هذوك لي سيليكون راهما ميكا بلاستيك بحال اللي كديروا شعركم في بلاستيك ما كيخنق لكم هذاك الشعر وكيردوا الطيغن كيبان لك كيبري ديك الساعه كدوزي صبيعاتك كيبان لك رطب راه غير يبدا ينشف وكيبدا ثاني حراش يطلع الفوق بحال شدي كاشميزير كيدير لي زونتين كيطلعوا لي زونتين سي دي برودوي شيميك اللي كيحلوا لي زيكاي ديال الحوته فؤاد ما داوي الشعر كتجي تتغلف فيه بشي حاجه كضرقيه كيحيد داك الوقت كيعاود حنا خاصنا نداوي الشعر اون بروفوندور اذا الاختيار ديال الشامبوان مهم الماء ما يكونش سخون بزاف الماء سخون بزاف ما مزيانش للشعر وما مزيانش جدر الشعر يكون دافي وفي الصيف غسلوه بالماء بارد الشعر اللي عنده شعر طويل ما تبقاش تشدو من تحت وتحكو بين يديه هكا باش تغسلو خاصك تهبطو هكا باش دوك لي زيكاي اللي ليه دوك المشيط المشيط ديال الشعر بالماء سخون بالشامبوان واش مزيانه ولا لا المشيط ديال الشعر هو فازك ما مزيانش مشطي قبل ما تغسليه ملي تكوني تغسليه فيه غير بيديك كلشي بالليد السيده دلك هكا غير بشعر غير بيديها تغسل غير تحيد الشامبوان غير بيديها الشامبوان ديما تخلطو في الماء ما ديروش ديريكت على الشعر علاش تغسل بلاصه وبلاصه لا تخلطو بالماء وتوزعو بطريقه كيف كنا كندير زمان الشامبوان في الطاسه ديال الماء كتخلطوا عاد كترغوي الشعر ديالك الغسول قبل ما الغسول كنا بقينا كنديروا الغسول مكناس فاس مراكش اسي عماد الغسول كانوا كيصوبوه على يديهم في الدار في السطح والله العظيم الريحه دابا تتخيل ديك الريحه دابا اختي سناء ديك الغسول مصلي فعلا بالنسبه للجميع ديال الشعر هضرتي على الشعر انه خصو يتجمع اثناء النوم بزاف ديال السيدات ما بقيناش كنقدروا نجمعوا شعرنا وحنا ناعسين
هذيك سيت اون هابيتود هي كل عاده خاصها توتر دابا مع العصاب دابا الانسان معصب كيضيق ان تسد داك الشعر بحكم الحياه اليوميه علاش قلت لهم انا ما ديروش الباتشات ديال الجداوات بالفيليل وزيف حياتي وجر وتحبسي الدوره الدمويه يبقى داك الفيليل الصباح هنا يطبوع نو دابا غيكون داك البوني كيكون انا دابا ان شاء الله الا لقيت الوقت نوريكم هذا التيب دو بوني هو غير بحال الطاقيه ديال الرياضه كتكون زوين فوالا كتشدي شعرك كتفرقي وكتدوري كتشدي الطاقيه كتحبسي كتدوري شعر الاخر كتدوري طاقيتك وكتنعسي بها منها شعر تيتنفس منها شعر مجموع منها ما كاينش داك الزياد والطاقيه تكون من القطن تكون من القطن 100% قطن ولا المراه تغلفها بالحرير من الداخل باش تشد ليها هذوك القصور ديالها صباح دابا هذه الطاقيه اش كتليق دابا جميع الشعر منش كيحمينا كيحمينا من الغسيل بزاف كنغسلو مره في السيمانه وكيحمينا الصباح اش نديرو ليه كتفيقي كي الصباح ديرها بحال شي شعكه بالنسبه للغسيل ديال الشعر نصيحتك فاتحه الاني شحال من مره في الاسبوع مره في السيمانه لشعرها اللي ما كيكونش دهني بزاف وجوج مرات في السيمانه للشعر الدهني ماشي كثر بالنسبه لي انا كثر لا كثر بالنسبه لك مضر الا كان كثر واخا السيده طلبوا منا وصفات اللي غادي يساعدهم يوقفوا تساقط الشعر باش غادي تنصحوهم دكتور عماد تفضلي وقلي الاخت راني عندي فاتحه وانتوك انا كيف قلت لكم قبيله قلبوا على الاسباب البيولوجيه حيت لا كان سبب بيولوجي وغتبقاو تدهنوا ولكن غتحبسوا الدهن عاوتاني الشعر يطيح سيروا قلبوا الا كانت فين كارونس لما طلعش داك الخزان ديال الحديد وتقاد الشعر ما غاديش يطول كنهضر على المدى البعيد ايه الا كانت عندها خلل في الهرمونات كذلك ومثال كان عندها سميتو عليه يعني الفيتامين دي هابطه كذلك ومثال ملي نحيدوا هاد الاسباب نقلبوا اش كنديروا كنصبغوا لي ميش راه سيت راه كارثه للشعر لي ميش راه ما تحلمش بالمرا بالشعر اخرت لي ميش هو الصلوعيه اخرت لي ميش هو القرع هذا ما كان اذا ملي هي تحيد الاسباب تشوف الاسباب ديال التغذيه اش كناكل في الصباح نعم اها اش كناكل مع الصباح راه غير الدشيشه ديال بكري لا تكليتو عطيتو لولادكم الشعر غيصح الدشيشه ديال الشعير الشعر اكيد انه فيه بزاف ديال المواد اللي كتكون اذا كترجع فاتحه للتغذيه سليم حيت انا واحد المساله اخرى اللي فاش هضرات معنا السيده اللي عندها المشكل ديال القول العصبي و 80% ديال المغاربه كيعانيو من لاكولوباتي فونكسيونيل يعني مشاكل في الجهاز الهضمي الامتصاص ديال التغذيه راه حقاش راه التغذيه ما كتمتصش كتمتص 50% ديال التغذيه اللي كناكلو علاش لان ما كنتهلاوش في الجهاز الهضمي ديالنا حيت كما قلت سبق لي وذكرت ان الجهاز الهضمي ديالنا فيه واحد الصفايات فيه واحد التقابي فيه واحد المسام كيخصهم كلهم يكونوا مسرحين باش كيمكننا هذيك التغذيه اللي كطيح في الجهاز الهضمي تمتص وتطلع للفوق هذه من جهه من جهه اخرى هضرنا على الاطفال فانا غادي كما نزيد نبين علميا المساله اللي قالت الاخت فاتحه ديال علاش الوليدات ملي كياكلوا السقاطه كيولي عندهم لا كارونس كيولي عندهم تساقط الشعر لان هذه السقاطه هذه اللي كياكلوا هاد المواد هذه وهاد المواد اللي كتكون مصنعه كيكونوا فيها مواد حافظه هاد المواد الحافظه كما سبق لي ذكرت هي عباره على املاح ديال الاحماض اذا ملي كنهضروا على الحمض غادي نرجعوا للمساله اللي هضرتي عليها اخت فاتحه ديال لو بي اش ان البي اش كيكون حمضي بزاف ومني كيكون البي اش حمضي كنعرفوا ان الجلده ديال الشعر كتضرر بزاف والشعر ما كيبقاش ثابت لينا في الجلده ديال الشعر يعني بحال ديك السنه مثلا اللي ما كيكونش لاصق فيها الجدر ديالها كيترخى اذا الشعر كيولي مرخي وكيولي كيطيح وشنو كاين من موراها ان الشعر اللي باقي راه كيبقى ضعيف وما صحيحش وداك الشيء اللي طاح راه هو كيطيح مستمعات كينتظروا منكم وصفات شنو الوصفات اللي غيجربوا في البيوت ديالهم غادي يعطيهم نتيجه بزاف اللي تكلموا على الوصفه ديال زيت الزيتون او زيت العود مع الفلفله الخضراء الحلوه اللي محكوكه غير سمعنا كيعطيو نتيجه ولكن داوموا على الوصفه كنعاود ناكد عليها بالتجربه داوموا عليها 3 شهور مره في الاسبوع والماسك يبقى في شعركم ساعه ماشي اكثر ومره في الاسبوع لمده 3 شهور واش هناك وصفات اللي غادي نفيدوا بها المستمعات اذا انا غادي نعطي وصفه اللي غتكون شنو نخلي وصفه تساقط الشعر تاع الاخت فاتحه انا نهضر غير على لا دي بيغمونطاسيون نعم. على الشيب على التلوين ديال الشعر نعم. غادي نستعملوا وصفه بسيطه ما غنكثرش عليكم غناخذوا الزيت الاساسي ديال العطرشه لوي ليسونسييل دو جيرانيوم وزيت اللوز الحلو اذا معلقه كبيره ديال زيت اللوز الحلو نديروا فيها 10 ديال النقيطات ديال الزيت الاساسي ديال العطرشه اسمح لي دكتور عماد وي الايسونسييل يعني راها كتحرق البشره الروح 10 النقاط فقط بالضبط فقط 10 النقاط ديال زيت العطرشه لوي ليسونسييل دو جيرانيوم كنديروهم في معلقه كبيره ديال زيت اللوز الحلو لويل داموندوس كنخلطوهم كندهنوا بهم الجلده ديال الشعر والشعر كنخليهم ساعه وكنغسلوا هذا الماسك جوج المرات في الاسبوع وكندوموا عليها على الاقل واحد المده ديال 3 شهور لان لا دي بيغمونطاسيون كتحتاج واحد الوقت
وهذه وصفه للتوقيف. هذه تصلح الوليد اللي عنده 7 سنين اكيد، فاحنا اعطيناها باش تصلح لجميع الاعمار، يعني ضد من 5 سنين. وصفه ضد الشيب، فوالا ضد الشيب والتغير ديال اللون ديال الشعر، يعني السيدات اللي عندهم ليماش تقدر تعاونهم. فوالا هذه غادي تكون كوصفه مرممه بالنسبه للناس اللي عندهم ليماش. فتيحه الانيا، وصفه اللي غتقدمي لينا تصاكم الشعر. الوصفه اللي عطات السي عماد راه اللي اكسيلونس، حيت فيها داك الفلفله هذيك راه مزيانه، غير انا غنزيد كل الفلفله حتى هي داويو من برا وداويو من داخل. والله دابا حنا كنقلبوا على الدواء من برا، راه الدواء راه من برا ومن الداخل. ونعطيكم واحد العشبه كاع الناس عارفينها، وراه السي عماد وكلشي عارفه، هي الحريقه. وي لوختي الحريقه، لوختي حريقه الحرشه. الحرشه هذه هذه تشديها غتجبدها من جدرها، حيت جدر هو فيه هذوك الحديد وداك الشيء، وتشديها وغتعلقيها من جدرها، يعني الوراق لتحت والجدر الفوق، وتخليها تنشف فوالا باش تقدري تحافظي عليها وتبقى لك. هذيك الحريقه ونصها ندقو فهمتي، ونخلطو غير مع الماء سخون، نديرو ماسك داكوغ لشعري واحد الساعه، غادي يجيب ليه المعادن وغادي يغديه من الفوق ويعطيه الحديد. والاخرى تاخذوا ديك الجمره لا كالوندولا، كنقولوا احنا الجمره ديك الجمره، وي راه كاينه حتى هي في الربيع وفي الاخر، تجيبيها حتى هي تكرمات نفس الطريقه، وديريها دي زانفوزيون فؤاد اتاي الصباح، شربي هذيك ديرها مع لي زانفوزيون الحريقه الحرشه، يعني بحال تيزان. تيزان داوي من برا ومن الداخل. شحال القدر ديال الجمره اللي غدير السيده؟ داكشي على حسب، يعني كدير بحال غادي دير واحد وريضه ودير واحد العريش ديال يعني كارم منشف كيف وريتها ديال الحريقه، وتشرب ثلاثه المرات في النهار، غتعطي غير الحديد للذات ديالها، ومره في السيمانه ولا جوج مرات في السيمانات يدقوا وتخلط من بعد، ودير بحال المحنه ماسك هكذا، وتشقق به الشعر وتخلي ساعه وتغسل، غادي داوي لها شعره. والناس اللي كيسكنوا حدا البحر، راه كاينه الربيعه اللي كيدخلوا كيجيبوا هذوك البحاره من الداخل، لزالك هضرنا عليهم، لزالك حتى هي طحالب البحر، طحالب البحر حتى هي تاكلهم وديرهم في شعره. كنعاود داك الربيعه، الربيعه الناس كيقولوا كيفاش غناكل داك الربيعه، فاللي كتكالوا فاللي كتكون كوميستيبل هذيك، خلاص كتاخذها الانسان ياخذها من الاماكن اللي كتكون مرخصه، يعني من الكونت سيرفاس ولا الاماكن اللي كيبيعوا هاد المواد الثانيه. فوالا لان دابا الا قلتي الا قلتي غادي ياكلوا هذيك الربيعه اللي ما كتكلش، مسمومين تكون طالعه لو طو ديال لو سيانيو، يعني السم كيكون طالع بزاف، دونك هذه يمكن تسممهم. اما الاعشاب الاخرى فكنشدوهم نيبسوهم، كي حتى كيبسوا مزيان كيتنشفوا، ولا نديرهم نخشيهم في الفران يعني يكون سخون حتى كتيبس، وكنطحنوهم كتدقوا ونديرهم في واحد القريعه، يعني ونوليو نستعملوها كما قالت الاخت فاتحه كبودغ للتساقط الشعر. وراه كاين دابا العطار، دابا راه الناس اجتهدوا العشابين دابا، باش كنقول راه واخا هكاك راه كاينين عشابين في المستوى اللي كيبيعوا هاد الطحالب منشفه، يعني يمشيو خاصه في كازا تبارك الله كيجتهدوا، دخلوها في التغذيه ديالنا، فهي متواجده في كازا، كاينين معشابات اللي كيبيعوا الطحالب اللي كتكون ناشفه. يلاه ديروا بهاد النصائح وبهاد الوصفات جربوها، حنا مازال غادي نحطوها ايضا في الصفحه ديالنا مكتوبه. والفطور ديال الصباح العيالات، الفطور ديال الصباح رجعوا لذاك الدشيشه، حيت ساهله، تقدري ديري فيها الشعير، ديري فيها الشوفان، ديري فيها زعتر، ديري فيها زيت الزيتون، تقدري ديري فيها كاع النباتات، وهي زوينه الصباح كلها قبل الفطور، غير هذيك راه هي الوجه، هي الظفران، هي الشعر، هي كل شيء مع الوقايه بيان سور. شكرا لكم بزاف فاتحه الانيا، شكرا لك على كل هاد النصائح، تبارك الله عليك. وعجباتني خرجت داك التمغربي ديالك اليوم كلها خرجت. دكتور عماد شكرا لك. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.